بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلبة وطالبات المدارس الثانوية للتمريض في مادة الطفيليات. والنهاردة هنتكلم وهنشرح لكم ملخص لموضوع الحشرات الطبية. الحشرات الطبية هي التي تنقل الأمراض للإنسان والحيوان، وعندنا نوعين من الحشرات الطبية: حشرات لها رأس وصدر وبطن، ولها 3 أزواج من الأرجل، وتشمل البعوض، والبعوض ده 3 أنواع من البعوض: بعوض الأنوفلس، وبعوض الكيوليكس، وبعوض الأيدز إيجيبتاي، وعندنا كمان ذبابة الرمل، والذبابة المنزلية، والقمل، والبراغيث. والنوع الثاني من الحشرات يسمى العناكب، والعناكب دي الجسم بتاعها غير مقسم ولها 4 أزواج من الأرجل. لو اتكلمنا عن البعوض فهنقول إن أنثى البعوض هي التي تنقل المرض عن طريق فم، ماس، وثاقب للدماغ. الأهمية الطبية للبعوض: فأنثى بعوضة الأنوفيلس بتنقل مرض الملاريا، وأنثى بعوضة الكيوليكس بتنقل مرض الفيلاريا، وأنثى بعوضة الإيدز بتنقل مرض الحمى الصفراء وحمى الدنك. تاني حشرة: حشرة ذبابة الرمل ساندي فلاي، ودي بيكون لونها أصفر والجسم بتاعها منحني، والجناح بيكون شكل الرمح ومغطى بشعر، والجسم مغطى بشعر كثيف، والفم ثاقب من النوع الثاقب. الأهمية الطبية لذبابة الرمل: دي بتنقل 3 أمراض: مرض الليشمانيا الجلدية والحشوية، ومرض حمى ذبابة الرمل، ومرض حمى الـ3 أيام. الحشرة الثالثة وهي الذبابة المنزلية، دي بيكون شكلها رمادية اللون ولها فم لاعق، يعني لا يخترق الجلد. الأهمية الطبية بتاعت الذبابة المنزلية: بتنقل مرض التيفود والكوليرا، وتنقل الأكياس الأميبية وبويضات الإسكاريس، وتنقل فيروس شلل الأطفال وفيروس الكبدي الوبائي. كذلك تقوم بعملية التدويد بواسطة اليرقة التي تعيش على أنسجة الجسم. النوع الآخر من الحشرات وهو القمل، والقمل له فم ثاقب للجلد، ماس للدماء، وله 3 أزواج من الأرجل، والأرجل دي بتنتهي بخطاطيف. الأهمية الطبية بتاعت القمل: بينقل مرض التيفوس الوبائي، والحمى الرجعة الوبائية، وحمى الخناتق. النوع الأخير من الحشرات وهو البراغيث، والبراغيث لها فم ثاقب وماس للدماء، والأهمية الطبية بتاعت البراغيث هي بتنقل مرض الطاعون، وتنقل مرض التيفس المتوقع، وتنقل الديدان الشرطية. شكرا على المتابعة، ودمتم في أمان الله.